بنهني شركة سانوفي إن هي نتج لنا مولود جديد، أداة جديدة نضبط بيها السكر وتساعدنا في ضبط السكر على مدار 24 ساعة، وبالتالي نقلل من حدوث المضاعفات. وبشكرهم إن هم خلوني أرتقي ليكم النهاردة. طبعا احنا لو عارفين ان السكر مشكلة كبيرة في مصر، حسب اخر تصنيف للاي دي اف ان مصر المرتبة على العالم باكثر من 8 مليون مصاب بالسكر، وعرضة ان احنا قالت في 2045 نتقدم اكثر ونبقى الستة على العالم باكثر من 16 مليون مصاب بالسكر. هنعرف ان احنا امام مشكلة كبيرة. في مشكلة تانية ان 50% من اللي عندهم سكر ما يعرفوش ان عندهم سكر، وان النسبة الاكبر من عدد المصابين بالسكر في المرحلة العمرية اللي هي المفروض مرحلة العمل، اللي هي كل واحد فيهم بيعول اسرة من 4 أو 5 افراد، وبالتالي لازم نساعده ان يعيش بامان مع السكر بدون مضاعفات، بدل ما يبقى هو وعيلته محتاجين اللي يعولهم. سكر مشكلة كبيرة لازم كلنا نواجهها. ولو عرفنا ان اكثر مضاعفات السكر بس ممكن نبتعد عنها لو بس ظبطنا السكر، يعني نعرف الدور بتاعنا. والدور بتاع الاعلام انه يساعدنا الاكتشاف المبكر للسكر، وانه يساعد المريض، ينبه للمريض دايما انه يظبط سكره. مش مهم هيظبطه بعلاج ب2 ب3 بانسولين ب2 ب3، المهم يتظبط على مدار 24 ساعة. لكن النقطة المضيئة ان احنا بنعمل نشاطات علشان نحاول نخرج مصر التوب 10 كانتريز من الدول 10 دول الاوائل لعدد المصابين بالسكر، ونقدر ان شاء الله ندخل في ال10 دول الاوائل للاقتصاد والتنميه، ونبعد عن السكر ومضاعفات السكر. معدل قومي للسكر اللي بيشرفني الانتماء اليه من اكثر من 35 سنه، الحقيقه بنستقبل اكثر من 1000 مريض يوميا بيترددوا على الاستقبال والعيادات الخارجيه لسكر الكبار وسكر الاطفال واسنان الكبار واسنان الاطفال ومرضى القلب من السكر والامراض الجلديه والكلى والاعصاب، كل حاجه ليها علاقه بالسكر، وعيادات الاكتشاف المبكر لمضاعفات السكر، عيادات القدم السكري وجراحه الاوعيه وجراحه الغدد. عندنا اسم أسطرة يقدر يعني يساعد المريض السكر اللي بيحتاج أسطرة طرفية أو أسطرة قلبية أو أسطرة مخية. عندنا مدرسة تمريض عشان نحاول نتغلب فيها على مشكلة التمريض. كل يوم بنفتتح، كنا من زمان هي مبنى 3 أدوار، دلوقتي لا، احنا مبنى أضفنا ليه مبنى 6 أدوار على الكورنيش ومبنى 9 أدوار على شارع القصر العيني. كل يوم في جديد بنحاول نعمله علشان خاطر نتغلب على مشكلة السكر. في مشروعات احنا رحنا محافظات كتير، والحقيقة سانوفي كانت بتساعدنا كتير جدا، استدعوا من هذه القوافل، عملنا قوافل صحية لمدن كتيرة جدا علشان علاج مرضى السكر، وان احنا نحلل لهم ونعالجهم ونديهم العلاج مجانا، مع إقامة أيام علمية علشان نعرف الأطباء العلاج السليم. أنا لما أعرف دكتور يعالج السكر إزاي صح، أنا بحسب على الأقل 1000 مريض، وبالتالي إحنا كنا عاملين مشروعات كتيرة مع سانوفي زي مشروعات التدريب، إحنا بنجمع سليم السكر ونفيد اللوم إزاي يعملوا بروتوكولات العلاج. إحنا عملنا بروتوكول العلاج المصري برضه بدعم من سانوفي بيتوزع على جميع الأطباء. عملنا مشروع في تايوان علشان خاطر اطفال المدارس اللي عندهم سكر ازاي المدرسه تتعامل معاهم. ان شاء الله السنه دي هنعمل مشروع كبير علشان خاطر نمسح مرضى السكر، نعمل مشروع قريه خاليه من مضاعفات السكر، والجميع بتقعد معانا. مش عارف هما بدأتهم، بس انا متفق معاهم على كده. احنا هنعمل المشروع ده، هننزل قريه فيها 4 5000 واحد، نحلل القريه كلها، واللي هيطلع عندهم سكر هنبقى واخدين معانا تيم من المستشارين، نعمل لهم رسم قلب، نعمل لهم قطع القلب، نعمل لهم فحص قاعي، نعمل لهم تحاليل كامله، نعمل لهم فحص اوعيه دمويه، نعمل لهم فحص الاطراف، وبالتالي نحط لهم خطه العلاج ونسلمها للطبيب المسؤول عن هذه القريه، وبالتالي تبقى قريه خاليه من مضاعفات السكر. احنا عملنا دراسه على خاطر نحدد ايه المحافظات اللي هنروحها، هنروح محافظات الصعيد، اتفقت مع محافظات الصعيد، محافظات ابيض الاقصر، اتفقت كنت شريك في دمنهور، وكنت دكتوره المهندسه ناديه عبدي اللي هي محافظ وادي البحيره، اتفقت معاها ان احنا هنجهز لنا قريه هنروحها ان شاء الله. 3 قرى دول في اسيوط والاقصر ودمنهور،
خلصنا السنه دي بالتدريج عاملين خطه خلال 3 4 سنوات نعمل ما نقدر نقدم هديه لمريض السكر عشان نحط خريطه لتوزيع مرضى السكر ومضاعفات السكر في مصر نبني عليها خطط العلاج. هي احنا بنحط ايدينا في سن بعض وكل ما يبقى في دواتيك بيساعدنا في ضبط السكر دي حدود مضاعفات الدنيا لوحدها مش بتمشيش، لازم كلنا نتعاون، لازم نتعامل ان احنا يعني نتعامل تيم واحد، نحط ايدينا في ايدين واحد، واحد بيصلح كل حاجه لوحده، الحكومه بتصلح، الشركات بتقوم بالدور بتاعها، بتقدم لنا الادويه، بتقدم لنا الدعم لخدمه مريض السكر، الاعلام يقوم بدوره عشان يوجه الناس الشاف المبسط للسكر والشاف المبسط لمضاعفات السكر وازاي نظبط سكرنا واهميه ضبط السكر على مدار 24 ساعه. واذكر سنوك انها خلتني التقي بيكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب وان شاء الله نشوف كلنا.